المقاومة تؤكد بأنه لا خيار في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني ضد أبناء شعبنا وضد مقاومينا في الضفة الغربية إلا خيار إشعال المقاومة في الضفة الغربية، إشعال الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودا ومستوطنين، قطع طرق المستوطنات، اقتحام المستوطنات، كل أدوات المقاومة يجب أن تكون بيد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، أن تطلق يد المقاومة وأن تتعلل السلطة الفلسطينية من اتفاقيات التنسيق الأمني. هذا الذي أعطى الضوء الأخضر للقوات الخاصة الصهيونية لأن تدخل البلدات في والمدن في الضفة الغربية لتغتال من تشاء وتعتقل من تشاء. هذا التنسيق الأمني هو وصمة عار على جبين من يقومون به. هذا وأيضا المفاوضات ما هي إلا مفاوضات عبثية أعطت الشرعية للاحتلال الصهيوني الذي تغول على الأرض الفلسطينية واستوطن كل أرضنا في الضفة وهود القدس ولم يبقي لنا شيئا هناك حتى نزعم أننا سنقيم عليها دولتنا المزعومة على حدود 67. اليوم نحتاج إلى وحدة فلسطينية حقيقية تعطينا الشرعية والحق في استمرار المقاومة وإعادة ترتيب بيتنا الفلسطيني بحيث يكون مظلة للكل الفلسطيني.